اليوم راح تشوفون مسلسلات رمضان. هذا هو رمضان، مو بس عبادة، مسلسلات ودراما. لكن بكل رمضان أكو أعمال درامية تجارية تنهال عليها ردود الأفعال بس تبقى مو يم الواقع. بس بهذا رمضان لا، الأمر مختلف. أكو مسلسل واقعي تجري أحداث الآن ولا يمت للخيال بصلة، واقعي مليء بالشعارات وتبدل المواقف وعبر مرحلة الصدمة، ودخل بمرحلة تسارع الأحداث وترتيب الأوراق، وبالطريق إلى الذروة نشوف أكثر من سيناريو معقد للختام. هذا المسلسل يجوز يطول ويوصلنا لأيام العيد أو ينحسم قبل انتهاء موسم مسلسلات رمضان، لأنه الأبطال بكل حلقة بدور شكل، يوم أشرار يوم متحاورين، مرة مجاهدين مرة سياسيين، يوم أعداء يوم حلفاء. تعالوا نتفرج على المسلسل الواقعي الرئيس المفقود، الحلقة الأولى. المشهد الأول، تسلسل الأحداث اللي صار بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. الحلبوسي طلع من المنصب بفضيحة التزوير وشماتة غرماء بالإطار التنسيقي، زعامات ونواب ووسائل إعلام. ومن ذيك الصدمة بدت حراكات البحث عن الرئيس الجديد لمجلس النواب. المشهد الثاني، قيادات الإطار قبلت ببديل عن الحلبوسي يختار الحلبوسي بنفسه، الحلبوسي المتهم شيعيا بالتزوير والتطبيع واللي سعى لشق الصف الشيعي، وزعيم الحزب الأسوأ من البعث حسب تسريبات المالكي. كلهن تبخرن. المشهد الثالث، اكتسح مرشح الحلبوسي شعلان الكريم جولة التصويت الأولى، لكن بعض القيادات والنواب الشيعة انهالوا على الكريم باتهامات البعث، تمجيد النظام السابق ودعم مظاهرات قادمون يا بغداد ودفع الرشا للنواب، إلى أن فشلت الجلسة واستبعدت شخصية شعلان الكريم في المشهد الرابع، ويحاصر الحلبوسي وما يقدر يبدل الكريم لأنه اللي راح يصوت له علي أن يحضر أجوبة لضحايا الشعب العراقي. هذا اللي افتهمناه من قادة ونواب الإطار. لهذا تحول رهان الحلبوسي على الكريم مثل الرهان على جثة في صندوق خشبي، والله يطول عمر الشيخ الكريم. زين، شنو الحل يا أبو ريكان؟ الحل بالمشهد السادس اللي راح نشوف بيه انهيار شعارات أغلب قادة ونواب الإطار، انهيار ما صاير من بداية المسلسل الهسة. المشهد الخامس، القوائم السنية عزم بزعامة مثنى السامرائي، السيادة بزعامة الخنجر، الحسم الوطني بزعامة ثابت العباسي، أيست من تمسك الحلبوسي ببديل يختاره بنفسه، وقدموا للإطار مرشح متفق عليه حتى من بعض نواب حزب الحلبوسي تقدم، وهو سالم العيساوي.
لكن الذروة بالمشهد السادس هي تحرك الحلبوسي ولقائه ب17 شخصية بأنهم قادة من الإطار التنسيق الشيعي وإقناعهم بحل لتبديل مرشحة، والحل هو تعديل المادة 12 بالنظام الداخلي للبرلمان يسمح بفتح باب الترشيح مرة أخرى حتى يتمكن الحلبوسي من تغيير مرشحة وتقديم اسم بديل. وفعلاً تقدم الطلب لرئاسة البرلمان البارحة بتوقيع 91 نائب وبمشاركة نواب من الإطار. شنو هاي المسلسلة؟ الحلبوسي يطلع بفضيحة تزوير ومرشحة تموت حظوظه بالتشهير، والسنة يتفقون على ترشيح العيساوي، وينجح الحلبوسي بمساعدة قادة الإطار ونوابهم بالسعي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب والتحليق فوق قرار المحكمة الاتحادية. واتضح أنه بعض النواب قبل رأي الزعماء نلقاهم بشخصية البطل، وبعد اتفاق الزعماء نشوفهم بشخصية الجندي فوق رقعة الشطرنج. الأكثر من هذا أنه الإطار ترك حتى حلفاء القدماء من السنة اللي فلشوا وياه مشروع التحالف الثلاثي بقيادة الصدر ولبوا للحلبوسي ما يريد. زين، شنو الثمن اللي دفعوه؟ وعن ماذا تنازل الحلبوسي؟ الثمن صادم. خليكم ويانا، يبدو المسلسل مطول. السلام عليكم، رمضان مبارك وكريم عليكم إن شاء الله، والله يعيد عليكم كل سنة بالخير والبركة ويتقبل طاعتكم. أنا أناقش هذا الملف الليلة الأولى من ليالي رمضان مع النائب عن تحالف العزم أحمد الجبوري، كذلك مع النائب عن حزب تقدم يحيى المحمدي، ومع النائب المستقل في البرلمان العراقي باسم خشان. حياكم الله يا ضيوف الكرام، ورمضان كريم ومبارك عليكم، الله يتقبل صيامكم. وخلوني أبدي ويستعد يحيى وأقول الحلبوسي شايل خرزة، ها؟ الحلبوسي دهاء سياسي، عنده قدرة إقناع، لو دفع ثمن كبير لقادة الإطار بحيث أنه بوقت إقالته اللي هم ذبحوه، ترى مو غيرهم،
ثم بوقت ترشيح السيد الشعلان شرشحوكم على وهسه واقفين وياكم لإضافة مادة لعفوا فقرة للمادة 12 وتغيير النظام الداخلي. شنو اللي قلب قادة ونواب اللي طرح الانقلاب؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والزملاء والمشاهدين الكرام ورمضان مبارك للجميع إن شاء الله. يعني لا شك الرئيس الحلبوسي هو رجل ذكي وبراغماتي وموهوب ولديه قدرات حقيقة غير اعتيادية، وهو رئيس البرلمان لمدة سنتين ولديه علاقات ولديه قاعدة جماهيرية واسعة. خمس سنوات مو سنتين، يعني دورتين. أقصد دورتين. دورتين. ولديه حزب ولديه يعني مؤيدين وأتباع ومناصرين في أغلب المحافظات السنية، ولديه تعاطف حتى المحافظات الشيعية، وهو رجل ليس طارئ على العملية السياسية ويمتلك علاقات قوية مع المكون الشيعي وكذلك المكون الكردي والأقليات والمجتمع الدولي. فبالتالي يعني ما نقول عنه رجل ذكي وطموح وعنده قدرة فائقة جدا على التعامل مع الآخرين. مو إلى درجة يغير قناعات لقادة الإطار. أستاذ أحمد أنت يعني وقد تكون مخالفة للقانون. أنت إعلامي يعني مميز ولديك حضور، وكذلك أخوتي زملائي أيضا لديهم الإمكانيات العالية جدا وقدرها. إحنا العمل السياسي بالعراق الثابت به هو المتغير، بالتالي هذه قناعات، ربما اليوم نكون أصدقاء غدا نكون خصوم أو بالعكس، فهذه مسألة طبيعية. أعتقد هو مو شيء جديد، ولطالما الخصومات صارت داخل المكون الواحد مو بين المكونات. أفهم من كلامك أنه قادة الإطار انطوا وعد للسيد الحلبوسي بالمضي بتعديل النظام الداخلي لكي يسمح لحزب تقدم بتقديم مرشح آخر. ليس فقط الإطار، وحتى أيضا من المكون الكردي أيضا، وحتى من أعضاء من المكون السني أيضا ذاهبين بهذا الاتجاه. والمسألة هي مسألة موضوعية. الحزب المكون السني هو لا يستجدي هذا المنصب من المكونات الأخرى، وهذا استحقاق المكون أولا ومن ثم استحقاق للغالبية السياسية. لا لا لا، استحقاق للحلبوسي شخصيا يعني. لا أبدا، هو استحقاق المكون. قلب الدنيا ماكو إلا من عندي. لا مو إحنا الأغلبية السنية موجودة السياسية. قادة الإطار يعني شوفوا سمادر واليوم قلم ورقة. لا اليوم مال السيد الحلبوسي هو 24 ساعة لو أكثر، يعني بأربع أيام يلتقي بأربع أيام. هاي زينة مو زينة؟ أو ثلاث أيام يلتقي بالشيخ قيس الخزعلي وسوي اتفاق. سيد قيس الخزعلي يقول له ادعمك. يلتقي بالشيخ امام حمودي ويدعمه، محسن المندلاوي. يلتقي بالقاضي جاسم محمد العميري، بافل طلباني، بريان الكلداني، فالح الفياض، نور المالكي، هادي العامري، مسعود بارزاني، شاسوار عبد الواحد، جمال الضاري، صالح المطلق، شاخوان عبد الله، خالد العبيدي، محمود الشداني، طلال الزوبعي، كله من اجل تحشيد، من اجل دفع بهذه الفترة. وين المشكلة بالموضوع؟ لا كل شيء ماكو، بس هاي العلاقات جيدة. وهذا الترشيح، هذا الترشيح مالكم مال عزم والسيادة وحسم يا أستاذ أحمد. هذا بالله شربوا مية. الإطار رايح ويا محمد الحلبوسي، وراح يضيفون فقرة وراح يغير السيد الشعلان، وجزء متفقين وياه يدعمون المرشح اللي راح يقدمه. يستاهل دكتور مقدام الجميلي. شكرا ابو قسوار. لا ما محدد. ما محدد دكتور مقدام. لا بس بالقوات. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء نبارك لشعبنا العراقي شهر رمضان المبارك. اما في موضوع اختيار رئيس البرلمان فبلا شك بانه يعني اطاله 4 أشهر على عدم انتخاب رئيس البرلمان يتحملها الجميع، ولكن الجهة الأكبر التي تحملها هو حزب تقدم. وبالعودة إلى الجلسة المثيرة التي لم تستكمل، فبعد إكمال الجولة الأولى وكان الأخ شعلان الكريم متقدم ويليه الأخ سالم، كنا ذاهبين إلى إكمال الجلسة، ولكن اللي حصل هو أنه الأخوة بالإطار يعني طلبوا أن تعاد هيئة الرئاسة ويفرق منصب رئيس البرلمان من محتواه، وهذا الأمر الذي جوبها برفض من بعض النواب وحصل ما حصل في الجلسة ورفعت القضية.
وبالتالي الآن بكل جولات السيد الحلبوسي مع قادة الإطار قال لهم عمي هذا الشرط أنا موافق عليه. لذلك أنا موافق عليه. لذلك وهذا مكسب يعني قادة الإطار. مو دقيق هذا الكلام. مو دقيق هذا. أنا أكمل. لا لا. واحدة من عدة. أكمل الفكرة بس. مو دقيق. تفضل. احنا طبعا حريصين على انه يجي رئيس البرلمان، ولربما احنا كنا من ابرز المطالبين بهذا الموضوع، ولكن رئيس برلمان بدون مصادره لصلاحياته. لذلك احنا نرفض جمله وتفصيلا ان يعدل النظام الداخلي وتفرق صلاحيات منصب رئيس البرلمان. الإطار موافق ما عندكم أغلبية. لا. جد التوثيق 34 تقريبا. عدنا ما يلزمنا ويلزم الإطار ويلزم الكتل السياسية، وهو قرار المحكمة الاتحادية الذي له علوية على كافة القوانين والقرارات اللي صدر بها 14-12 واللي رسمنا بشكل واضح ورسم مسارنا قبل أن نذهب إلى جلسة الانتخاب، وقال ينفتح باب الترشيح ولا يجوز ولا يجوز، هذا كلام المحكمة الاتحادية، لا ولا يجوز فتح باب الترشيح وتستكمل الجلسات إما في الجلسة الأولى أو الجلسات التالية. إذا نحن عدنا اليوم قرار المحكمة الاتحادية للشير له، هذا موجود نص عندي يمك. أي كان موجود استنادا على فهمها للدستور وفهمها للنظام الداخلي يعني وتفسيرها للنظام الداخلي لمجلس النواب. أنا إذا غيرت النظام الداخلي وخليت به الفقرة إحنا مو ثلاث فقرات المادة 12 أولا ثانيا ثالثا، من أضيف المقترح يتغير النظام الداخلي، من أضيف المقترح اللي يقول إذا لم يحصل أحد المرشحين للمنصب الشاغر على الأغلبية المطلقة لأي سبب كان فيتم فتح باب الترشيح عند المحكمة الاتحادية. ما نهينا الترشيح أنا بعد. احنا ما نهينا الترشيح. اولا هذا الطلب اللي قدموه الاخوه طلب غير واضح، لانه اولا واضح. لا مو واضح. من حق اي شيء 50 نائب يقدم استاذ احمد طلب. احنا اولا صار لنا 20 سنه بالعمليه السياسيه وعدنا سوابق في الانتخابات. لاول يعني هاي ثاني مره يخلو رئيس البرلمان بعد أن استقال محمود المشهداني وبعدين إجا. أما لما تشكل الحكومة والبرلمان هذا موضوع معروف. المحكمة راحت لتفسير آلية الاختيار عند خلو المنصب وشرحتها بشكل تفصيلي ولا يمكن أن تعود. اليوم احنا إذا عدلنا النظام الداخلي يجب أن يتضمن قرار المحكمة في النظام، لأنه هذا موجود. أنا هم أرجع أقول لك المحكمة إيش قالت. قالت إن خلو منصب رئيس مجلس النواب معالج بأحكام المادة 12 ثالثا إلى خلى المنصب أي من النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن ذلك يقتضي انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب لمن يرغب من أعضائه، وأن يقتصر فتح باب الترشيح على تلك الجلسة فقط لأجل حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك، ولا يجوز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت ويتم انتخاب رئيس. الدستور يقول المحكمة لها علوية على القوانين والأنظمة. أخلي جواها خطين. الأنظمة بما فيها استندت على المادة 12 ثالثا. أنا إذا أضفت رابعا هنا المادة 12 حسب ما مقدمة الدكتورة سارة لطيف الدليمي. شو نضيف رابعا إذا لم يحصل أحد المرشحين للمنصب الشاغر على الأغلبية المطلقة مثل ما صار. هيمت ما يحصل بالجولة الثانية. بالجولة إذن يعني بس أسألك سؤال منطقي واقعي، ولا يمكن أن المحكمة تروح باتجاه التضليل. اليوم أنا لما أطب بجلسة أول جلسة إذا سلمنا ورحنا بهذا القرار انتهت الجلسة وما حصل أي واحد أغلبية بالجولة الأولى. إحنا بهيك حالة لربما نذهب إلى اختيار أكثر من واحد، يعني هذا الأمر ما راح يفضي إلى نتيجة. يعني لنفرض طبينا بأول جلسة وما حد حصل رشح النوب هذا الموضوع مو صحيح ومو قانوني ومو منطقي، يعني هذا التعديل خطأ. أي بس الإطار يقدر يمشي سعد باسم. الإطار من متفق قادة الإطار من متفقة ويا تقدم، بس الإطار 180 تقدم عندك 40 هاي 220 إن شاء الله. لا يحتاجونكم كمستقلين ولا يمشوها يعدون إن شاء الله يصيروا 329 ايه؟ الأمر ما يختلف. أولا تحية لك وللضيفين للزملاء وللعراق المشاهدين الكرام ورمضان كريم ومبارك للشعب العراقي. الحقيقة حتى لو كان الإطار وتقدم عندهم 329 نائب الأمر ما يمضي. ليش؟ لأن هناك مخالفة دستورية واضحة وصريحة.
اولا احنا انتخاب الرئيس بصوره عامه مو اول مره ننتخب الرئيس. الماده 7 من النظام الداخلي يفتح باب ترشح الرئيس رئيس السن. ثانيا بعد غلق باب الترشح خطين بعد غلق باب الترشح ينتخب الرئيس ونائبيه بالاغلبيه المطلقه. هذا النص كل الماده 7 اللي هو مشينا عليه. الماده 12 عند خلو المنصب يفتح باب الترشح ايضا جيد وينتخب. فهذا ما يحتاج تفسير حقيقه. انا استغرب من اكون سداد سياسي انا استغرب من وعندي اليه قانونيه لتغيير النظام الداخلي. خالصين ما لا اسمح لي نرجع للاغلب لتغيير النظام الداخلي والاليه. انا استغرب من السيد محسن المندلاوي نائب الرئيس طلب التفسير. على شنو طلب التفسير؟ هذا القرار اللي تكلمت به المحكمة عن آلية الانتخاب حقيقة ما إلى مبرر. ليش؟ لأن المادة 12 مثل المادة 7 اللي طبقناها في كل الدورات واضحة ما تحتاج تفسير. أما مسألة الذريعة اللي خلت المحكمة تتدخل بها هو هل نستمر بالعمل نتوقف، كان هذا مضمون وقالت لكم استمروا. بس المحكمة أيضا لما قالت يقتصر على المرشحين لأن هو هذا يتماشى وتوافق مع المادة 7 ثانيا من النظام الداخلي. إذن قرار المحكمة صحيح. قرار المحكمة صحيح في مسألة غلق باب الترشح انتهت. جيد. هذا مو بس هنا، احنا حتى منصب الرئيس احنا اذا يعني في كل المناصب. قصدي اذا نجح مجلس النواب باتفاق الاطار مع تقدم بتمرير هاي الفقره ما يجوز. نجح لا شنو ينجح؟ المحكمه الاتحاديه تقبل ولا ما تقبله؟ لا ما ينقبل. ليش؟ لان هي فكره الترشح. من اعلان الترشح؟ من هو راغب بالترشح اليوم؟ اعلنوا 5 6 7 دول اللي عندهم الرغبه، مو ينتظرون لما يشوفون النتائج بعدين يدخلون 6 7 غيرهم. ماكو شيء هذا عبث ما صايره. لا 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 انا اغلبيه انا ما له علاقه. انا تقدم اغلبيه وحركت المرشح مالتي من حركت شوهت. ليش ما قدرت مرشحين؟ نفس الخطا اللي ارتكبوه الكرد لما قدموا مرشح هوشار زيباري لحاله بعدين المحكمه الاتحاديه حكمت بعدم صحه فتح باب الترشح. لكن كانت هنالك ازمه سياسيه وتدري يعني القضاء الدستوري في بعض الاحيان هو يكون قضاء موائمه. هذا في كل دول العالم يعني مو حاله يعني حتى جيد. فمساله وضع نظام يعني مختلف لاعاده لانتخاب رئيس بديل مختلف عن الطريقه اللي صارت يعني تصير في انتخاب الرئيس لاول مره. هذه حقيقه راح تخلق فوضى وهذا ما ممكن. احنا ما ممكن نهدم البناء السياسي والقانوني كله لمجرد انه احنا نريد نفصل مزاج سياسي نفصل فصل على دقمه تقدم. ما يصير تقدم اغلبيه يقول لك ما لا لا شو الاغلبيه ويلعبون سياسه صح. لا يلعبون سياسه صح. لا لا هو حقيقه بالترشح لانتخاب لمنصب الرئيس ما له علاقه بالحزب، هو يرشح من تقدم او غير تقدم. انت احكي لي اللي يلعب سياسه صح ويروح يقنع قاده الاطار يقعد يا شيخ قيس القزعري. لا هو حقيقه ويا سيد المالكي ويقعد السيد عامر ويقنعه ويمشون وياه بتغيير او بتعديل النظام الداخلي. هاي اذا احنا نتكلم بالطريقه هذه حقيقه احنا في مهزله سياسيه. ليش مهزله؟ لا هاي مهزله. ليش؟ لان احنا ما لا يمكن انه احنا نعدل القوانين والانظمه على اساس توافقات سياسيه. لا ما ماكو سداد. لا ما هو ليه وين صار السداد؟ وين صار السداد؟ لا وين السداد؟ انت عندك نص قانون نظام وتفسير المحكمه. اكو اغلبيه ضايعه حقها. يعني احنا اذا كانت خياراتهم مو صحيحه احنا ندمر البناء كله لان نصحح حتى نصحح اخطائهم. ماني اتنازل عن حق السنه بهي يعني. هو صاحب التعديل بالمناسبه قال طبعا بالدوره الاولى السيد الرئيس السابق الحلبوسي هو صاحب هذا المقترح انه ماكو هيئه رئاسه. قرار محكمه اتحاديه اكو رئيس ونائبين. لا هو طلب التفسير بكتاب والحركه وسوا. ايه بالضبط. هذا منصب سني، هذا المكون السني، شلون يروح يتنازل ويقول لهم عماني مستعد مثل ما راد السيد المالكي رئاسه صلاحيه
سيد محسن المندلاوي صلاحيات شيخوان عبد الله نفس صلاحيات الرئيس اللي راح ينتخب ويوافق عليها. وحده ثانيه يا بس سيد المالكي شو يقول للحبوسي؟ عندي هذا قرار انتخابات مال الدوائر راح اضرب به السيد السوداني، هذا بتمشوا وياي ابو الدوائر المتعدده ويوافق. زين شنو شفت وياهم انت؟ لا لا سياسه ما شفت وياهم. بالاعتراف سيد الادب. لا هو لا ما شفت قابل مطيهم فلوس؟ هو غير سياسه. لا اعرف لا كلامك مو صحيح جمله ولا تفصيله. لا ايش انت ما لي اي وجوه نهائيا البارح شبكوكم على حبي. لا خويا مو صحيح هذا الكلام مو صحيح ابدا. متمسكين بقرار المحكمه الاتحاديه فيما يخص موضوع رئاسه البرلمان ونائبين، وهذا لا يمكن ان نتنازل عنه باي شكل من الاشكال، فهذا موضوع مفروغ من عنده أبدا. فقط طلبنا وإحنا اللي قدمناه لرئيس الجلسة الأستاذ محسن هو تعديل المادة 12 وإضافة هذه الفقرة فقط. خل تكمل هاي الجولة بكم خير وتدللوا إن شاء الله. أكيد هو طبعا لا الماضي هاي الجولة تكمل يدخلون الستة اللي رشحوا أوكي. إذا ما حصلوا نروح لهذا التعديل. هاي وجهة نظرك وجهة نظر الأخوان، لكن إحنا توجهنا بهذا الاتجاه. ما يصير أكو مجلس نواب لا حتى لو ما يصير تطبيق. لا يصير ما يصير تطبيق هذا التعديل. هاي الفقره تردون فيها على شيء مثل رجعي. ما شلون مثل رجعي ما يصير؟ هسه يصير. واكو تكمل الجلسه السيد الفاضل مجلس النواب على سلطه تشريعيه تمام، واكو محكمه اتحاديه واحنا كنا مع المحكمه الاتحاديه ومع قرارات المحكمه الاتحاديه وبالاخير المتضرر يذهب الى القضاء ما بها اي مشكله. احنا بالنسبه لنا يعني عمل سياسي و... تنصبون استاذ مقدام لا مو استاذ مقدام، استاذ احمد يعني المرشح البديل. يعني احنا لا زال طبعا الشيخ شعلان هو المرشح، ولكن عند اضافه هذه الفقره وفتح باب الترشيح لدينا اكثر من خيار، وهذا الخيار انا عندي سؤال. هاي الجوله المكوكيه اللي سواها السيد الحلبوسي على قاده الاطار زين، وقدر يقنعهم باضافه تعديل جماعه غير يشوفوا غير دستوري، وهواي قانون يشوفوا غير دستوري، ليش ما قنعهم انه يابا نفوت وقفوا وياي ويا سيد شعلان الكريم؟ شوف فضوها. شوف استاذ احمد مشوا لي شعلان وفضوها، صار صعبه شويه على اعتبار لا كان اسهل والله على اعتبار فعلا والله صحيح. على اعتبار احنا رمضانيات وشياطين مصفده حسب ما قلت لكم، نتكلم شويه بروحانيه عاليه. احنا كنا شركاء بهذا البلد وتكلموا الاخوه على الانسداد السياسي. لو شياطين مصفده ما صار هذا فلسطين، هذا من يقصف الفلسطيني؟ توجهاتك شويه يعني بين يعني علمانيه قريبه لل يعني قوميه انسانيه يعني تنطلق انسانيه تشكيلتك هسه تصنيفك الى افكار سياسيه. خلونا الموضوع احنا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلونا الموضوع يعني في رمضان صفات الشياطين. شو وقت انعقدت هاي الجلسه؟ بالتالي شكلتوا لجنه استاذ احمد. استاذ احمد ما شكلنا لجنه، احنا شركاء والبلد كنا حريصين عليه، سنة والشيعة والكرد والأقليات تمام. وأستاذ أحمد ذكر أنه فراغ صار أكثر من 4 أشهر والمجلس أداء يعني بدأ يضعف شيئا فشيئا. وإحنا نشوف نفسنا كمكون سني اليوم استحقاقنا يعني مفقود بسبب غياب رئيس المجلس. لا بسبب تقدم مثل ما قال صالح. لا ابدا مو بسبب تقدم. سبب تقدم؟ لا مو بسبب تقدم. هسه تقول لي قاعد وياهم؟ لا مو بسبب تقدم. اقتراح السيد عمار الحكيم اللي هو تحياتنا للسيد رمضان مبارك علينا من اقتراح، وقال يا بها سنة تنجمعون انتم قادتكم ونوابكم تردون بالقصر الحكومي تردون كذا، بعدين السنة قالوا يا بشمعنا استاذ احمد. انا ما كملت جوابي. راحوا وقعدوا قادة النواب ما قبلوا يجون، نواب الجهة الثانية. لا القادة ما قبلوا. لا ابدا ما قبلوا يتقرر قرار سني يوم رئيس الوزراء الشيعي، احتراما لرئيس الوزراء واحتراما لاقتراح سيد عمار. راحوا القادة الخمسة وقعدوا. خليني اجابك عليها بس الشيخ علق عليها. خليني اعلق عليها دقيقة. 2018 مو انا سويتك رئيس الجهة الثانية؟ لا مو سوانا استاذ احمد. 2021 مو انا سويتك؟ الشيخ بقناتك. لا شوي اجاوبك. 2018 مو انا سويتك؟ اجاوبك. لا مو هو. 21 مو انا سويتك؟ لا مو هو سواه. انا انت تغلبني مقعد يعني ثلاثه. لا بس احنا 5-6 قوى سنيه. اعطيني مجال اسم ابو الانسداد. اجاوبك شويه؟ تفضل. مقترح الاخوه بالاطار حتى ينفك هذا الاختناق السياسي انه تصير اليه الاختيار او السنه يتفقون على مرشح واحد صح؟ اول خيارات انه يجتمعون كل نواب السنه وفي اقتراع سري يرشحون شخص اللي يفوز هو هذا يعتمد. هذا كان خيار احنا موافقين عليه تمام؟ ولكن الاخوه الاخرين من غير تقدم ما قبلوا بهذا الخيار وما جو نوابهم. ما جو نوابهم. انا احكي قدام الاعلام والاعلام
أو قدام الآخرين الحكم، حكم الإعلام، أنا أتكلم أنا متحدث رسمي باسم تقدم. رحب الخيار الثاني أنه يجون القادة، وراح سيد الحلبوسي مع السيد الخنجر مع الأخ مثنى السامرائي، وقعد يم السيد دولة الرئيس، وطبعا مشكور دولة الرئيس أن يكون يعني راعي لهذا الانسداد أو لحل هذا الإشكال. ما وصلوا إلى نتائج، ما وصلوا إلى نتائج. ليش؟ لأن الأكثرية بتقدم، إحنا عندنا تواقيع حية، عندنا تواقيع حية ل 44 نائب، هؤلاء داعمين مرشح تقدم. بس على ورقة بيضة؟ لا لا، مو على ورقة بيضة. ثمانية من عندهم مقعين ويانا. تمام، احنا بالنسبة سيد ما له علاقة، هاي تغريدات او تصريحات غير مسؤولة، انا ما له علاقة بها. غير مسؤولة ساد سيد مشعل الدبوري، الم تحصل دولة القانون في انتخابات 2014 على الاغلبية باكثر من 100 نائب وذهبت رئاسة الوزراء لغيرها؟ لم تذهب رئاسة الوزراء بعد انتخابات 2018 لعادل عبد المهدي وليس لبطل التحرير حيدر العبادي؟ الم يحقق التيار الصدري الكتلة الاكبر انتخابات 21 وذهبت؟ هاي معطيات استاذ احمد. لماذا تتضامن بعض الشخصيات الشيعية في مسعى السوام سوي غير اسم في مسعى الحلبوسي للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية؟ انطيني استاذ هذا مو مرجع، ماكو اي تنازلات، هذا مو مرجع استاذي. اكو احترام للاغلبية السياسية السنية، اكو احترام من قبل الاطراف المنصفة، وهذا موجود. فالان اليوم اطراف الاطار وحتى دولة رئيس الوزراء يحترم هذا الخيار، وبالتالي ليش ما تروح تنعقد جلسة هسه؟ ليش ما تنعقد جلسة؟ ليش؟ لان كل الاطراف يثبتون حق تقدم في هذا الاستحقاق، لان اصل تشكيل الحكومه لا لا تشكل النقاط. لا لا، يردون اتفاق سني اوكي على اسم. تمام، ليش؟ واللي يقف امام هذا الاتفاق هو تقدم. تمام استاذ العزيز، ايش قد متفوقين انتم على عزم وحسم وسياده؟ احنا 44 نائب. 144 انت فزتوا 37 صار لكم اربعه. سيد الفاضل، جدل هذا جدل بيزنطي. لا لا مو جدل، بس انا بدي اوضح مساله. بس استاذ احمد، استاذ احمد ابو قوسر قسور قسور ابو قسور الله يخليهم ان شاء الله. الله يسلمك طول، خليك ابنك هذا اللي بالبايسكل. عمودي عمودي عمودي. احنا نقول 44، مو 44 نائب لتقدم، 42 نائب لتقدم ونائبين اللي هو شيخ فلاح الزيدان وكذلك الاخ يوسف السبعاوي. اتصلوا على دولة رئيس الوزراء وقالوا له احنا مع خيار مرشح تقدم. فاحنا اليوم 44 نائب، ما عدا اكو بعض نائب، بعض النواب من الأخوة في الكتل الثلاث، ثم أيضا ويانا خالد العبيد اليوم ومحمود المشهد. شنو نسمي زيارة السيد الحلبوسي؟ رمضان مبارك هاي الصيام، رمضان مبارك هاي من وجهة نظرك، ولكن عمليا هم أيضا داعمين لهذا الاستحقاق. بالتالي استحقاق تقدم، الأغلبية السياسية للتقدم واضحة جدا. رسائل الحلبوسي إلى كل الأطراف اللي زارها بأن احنا شركاء في هذه الحكومة وشركاء في هذا البلد، وعلينا جميعا أن نحترم الاستحقاقات السياسية والنقاط التي من خلالها تشكلت هذه الحكومة. وبالتالي احنا عندنا غبن صار في مسألة الانتخاب، لذلك عليكم أن تنصفونا وعليكم أن تعالجوا هذا الأمر حتى نخرج من هذا الانسداد ونروح إلى مرشح يكون مرضي عليه من كل الأطراف. شيخ شعلان، شيخ شعلان شبيه بعض مع البعض. شيخ شعلان طبعا روحوا قنعوا الشيعة يمشون شيخ شعلان. شيخ شعلان رجل محترم ورئيس كتلتنا وهو نائب لأكثر من دورة ولكن يا أستاذ أحمد يعني صار ما صار على شيخ شعلان واستهدف من بعض الأطراف. وإحنا لازلنا إحنا متمسكين به، ولكن البعض لا يقبل به. بالتالي هي مسألة شراكة ومسألة توافق ومسألة وئام، لذلك إحنا ومشي مسار غير دستوري. لا لا مو دستوري، لا غير دستوري، لا دستوري وغير قانوني وعد النظام داخلي. واقنع الشيعة ما أعرف ليش أغريتوهم، ما أعرف خيار دستوري وإجراءات دستورية. أولاً أبو قسورة، أني يعني 44 نائب، لا اسمح لي، أولاً عمره زعيمهم ال 44 هو شار رئيس مجلس النواب، وأنت تعرف طلعت شلون صارت وليش، وهل يستحق أنه يطلع بهذه الطريقة لو لا؟ المهم طلع، بس استحقاقهم أبو قسورة. أولاً الأغلبية، أولاً المكون السني في كل انتخاب رؤساء البرلمان لم يتم اعتماد الأرقام النيابية، وإنما تم اعتماد الأوزان السياسية. السيد أسامة النجيفي في العراقية كان 15 نائب وأني أحد نوابه، وصالح المطلق 20 نائب وراحت الرئاسة لأسامة النجيفي. سليم الجبوري كان 5 مقاعد في الحزب الإسلامي من شان وبراء وياهم، وانطيناهم الرئاسة البرلمان وما قلنا هذول أقلية. وايضا الاخ الحلبوسي بال 2018 كان وياه بس 9 نواب من الحل، وبالاخير صار تمثيل للمكون السني. اذا
لازم يصير هناك احترام للأوزان السياسية. تلك أيام قد مضت. وأنا حتى أجيك مثل ما الأخوة يسولفون يقول لك إحنا أغلبية. عندنا حلبوسي. موضوع زعيم سني بارز. على عيننا وعلى رأسنا. على عيننا وعلى رأسنا. أنا لو مكان الحلبوسي ومكان تقدم قير ما أقدم مرشح قير شيخ شعلان. خلص. وإذا جماعة يريد يسقطونه بالشسمة فهذا اخلي ايدي بيد الحلبوسي انتوا اسمح لي بس اسمح لي بيد الحلبوسي وروح للشعب ونقول لهم تعال الكريم مرشح حتى كمل الفكره حتى كمل الفكره اليوم احنا نحترم الاراء السياسيه ولكن هذه الاراء السياسيه لا يمكن ان تكون فوق المحكمه الاتحاديه احنا دوله مؤسسه المحكمه الاتحاديه قالت الانتخابات عندكم سته الجانب الاخر الاخوه قبل ان يتم الترشيح رشحوا ست شخصيات الى الاطار أربعة من تقدم والأخ سالم وياهم والأخ شعلان وراحوا قالوا ذونا مرشحين الستة الشيخ شعلان وسالم وياهم أربعة يعرفهم زين. من ضمنهم الأخ يحيى الإطار يعني صار قال يعني روحوا بهذا الاتجاه إذا سالم عمليا هو مرشح تقدم ليش هسه افتروا عليه؟ لا لا ما رشحنا ما رشحنا رسميا لا لا وفق لا رشح لا ابدا اسمح لي حبيبي لا ابدا من كان شيخ خميس رسالة دزيتوها للإطار خلينا نكمل مو رسميا انا مسؤول على كلامي لن يرشحون مسؤول خلينا اكمل الفكرة اذكرك ايش صار بالاجتماع؟ اي ذكرني انا كنت موجود بالاجتماع انا كنت موجود بالإطار ابدا ليس ترشيح سالم مطر رسميا لم يكن من قبل سالم العيساوي لا 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 انا كنت ضمن المرشحين اخر رسالة الورقة موجودة دزيتوا سبعة ست اسماء من بينها السيد سالم العساوي ابدا مرشح تقدم والسياده أبداً. مرشح القياده مرشح. ابدا بس حتى دفع. دوري ما يروح تفضل اذا احنا نلتزم بهذه السوابق زين وايضا خلينا نذهب الى يعني سابقه قريبه الاخ رئيس الجمهوريه لم يكن له الاكثريه الاكثريه كانت عند الديمقراطي وراحت رئاسه الجمهوريه المن للاخ عبد الله اليكتي اليكتي إذن الأمر لا يتعلق كان الديمقراطي لا يتعلق الجانب الآخر كان الديمقراطي موافق خلينا إذا إحنا فعلا حريصين على بلدنا وعلى مكوننا لازم نتجاوز الخلافات الشخصية والعناد السياسي ونذهب إلى أنه نجيب رئيس برلمان ما بظهرك الإطار سيد الحلبوس اليوم بظهر الإطار ماكو هذا الكلام هذا الكلام لا مو صحيح تعرف ليش إحنا عندنا جلسة يجب أن تستأنف هذا الأمر جلسة يجب أن تستأنف عهود واتفاقات خلي يمشون مو كلام وإحنا بين قادة الإطار وسيد الحلبوسي باكر إذا قالوا بين قادة الإطار وسيد الحلبوسي والله نتكلم على السنة قير ونصوت مو سري علني كلامكم مو إذا أنتم تلتزمون لكن نلتزم والله شوف وهسه هم خلينا نقول واقعيين ليش هم الآن أعلنوا من هم مرشحهم هل السيد الحلبوسي قال عندنا فلان مرشح لحد الآن حتى تقدم ما يعرفون هالمرشح أربعة مرشحين ماكو لا أكو أربعة لا 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 أكو أربعة أي واحد يقول لا أنت مرشح لا ونخليها بالشسمة وبالأخير يقدم لنا إذا إحنا اليوم الأغلبية السنية أكو اليوم إحنا عندنا 35 نائب زين 35 نائب موجود وأكو الإخوان عندهم أيضا نفس العدد وأكو مشتركة 44 فلاح زيدان ويوسف السبعاوي يمنى البارحة شو معي الرجال هم ذول لا 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 بالنسبة للنواب السنة اللي رجل هنا ورجل هنا لهم عشرة تقريبا اسمع لي هل معقولة أني أترك 35 نائب وأقول لو استحقاقات إما نذهب للفضاء الوطني للفضاء الوطني استحقاقات عدل النظام الداخلي والرشح مرشح وروح للفضاء الوطني ما نقبل أن يفرق رئيس البرلمان من محتواه أنتوا وافقتوا بيوم الجلسة قلتوا يلا مشوها وإحنا رفضنا الموضوع مو سياسي يوم الجلسة مات الانتخاب مو صحيح باسم الموضوع مو سياسي يعني لا يمكن للسياسي أن يتلاعب بالدستور لا يمكن للسياسي أن يتلاعب بقرار المحكمة الاتحادية يمكن للسياسي أن يقدم مقترح لتعديل قانون مثل ما قدمت الدكتورة سارة الدليمي لكن واحد هم لازم يشوفه المستشار القانوني لمجلس النواب يشوفه هل هو موافق للدستور لو لا هل الوقت مناسب انتهت الجولة لو لا يمشي بأثر رجعي لو لا لا هو حقيقة يعني احنا اليوم انا كنت باللجنة القانونية انا بلجنة النزاهة بس كنت موجود باللجنة القانونية فصار حديث عن المحكمة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية فقلت انا دائما بالمحكمة الاتحادية لان
البرلمان جاي يشرع قوانين مخالفة للدستور، مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية. مثلا صدر قرار بإلغاء المادة المتعلقة بالمقعد الأزيدي، انلغت المادة بقرار من المحكمة قبل أشهر، من قبل أيام أو حتى لا عفوا بعد انعقاد الجلسة الأولى لهذه الدورة. بعد أشهر قليلة يكتب البرلمان يشيل المادة الملغية ويحطها في قانون الانتخابات ونطعن بها ونقول للمحكمة هاي المادة ملغية بقرار سابق ورجعها البرلمان. وصلنا إلى حالة في مجلس النواب أنه ما عندنا يعني ما أتهجم على مجلس النواب، لا أقول فوضى تشريعية، لا لا حقيقة يعني هذا تصرف مخجل أنه إحنا نشرع مادة محكوم بعدم دستوريتها بالنص بالحرف بالنقطة بالفارزة جين. إلى هذا الوضع. لكن من السهل علينا أن نقدم مقترح تعديل. هو هذا القصد. النظام الداخلي. القصد إنه أنت تريد تعدل النظام الداخلي فيما يتعلق بانتخاب الرئيس في حال شغول المنصب. عندك مادة سابقة بنفس الشكل. شلون تعالج الحالة الأخرى؟ أيضا راح نصير في حالة ما يصير انتخابها حكينا بيها. لكن أنا أتكلم عن نقطة مهمة. هاي نقطة كل يعني أتصور يعني ما جاي يمسها أي نقاش أثرتها. فضل. لكن في حدود ما حد يركز عليها. وهي. في. أعطي القياس في أمريكا جورج سانتوس مواطن برازيلي إجا عاش بأمريكا ورشح وصار أعتقد بالسند مجلس الشيوخ، فاز بمقعد مهم في نيويورك. طلع عليه أنه هذا عليه قضية سرقة من متجر، سرقة ماخذ بضاعة من متجر، ونفس الشيء صار بأستراليا. أستراليا استقالت، أخذت لها جنطة حقيبة نسائية واستقالت من البرلمان. جورج سانتوس أصر أن يبقى في مجلس في مجلس الشيوخ، وصوته مهم جدا للجمهوريين. الجمهوريين طالبوا بإقالته. لما أقيل المقعد ما راح للحزب الديمقراطي، لكن الحزب الجمهوري كان عنده مبدأ مهم، هو أنه الشخص اللي يكون بهذا بعضوية هذا يتولى هذا المكان لازم يكون مو نقي تماما. لا لا لا. فإحنا إذا اسمح لي تطبق هذا المبدأ. لا لا الناس كلها حتفت بالشارع. خلي باثوا بالشارع بس أنا خلي باثوا بالشارع. لا لا اسمح لي. لا 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 اسمح لي نقطة مهمة. أنا حقيقة يعني أنا أستغرب من هاي الحالة. لا اسمح لي. أنا حقيقة أنا مستقل وأنا نائب أمين عام الحركة المدنية الوطنية، نائب يعني حال لا. أنا لو رئيس الحركة أو أي شخص من الحركة أشوفه عند هذا الشوك، لا لا أنا ما أقدر أتبنى. احكي لي بقانونية إضافة هذه الفقرة واستخدامها من أجل تبديل التفكير. ليش إحنا ما حسمناها هذه؟ إيه؟ ما هي ما القانونية شلون تصير؟ أنت لازم يكون انتخاب الرئيس بالجلسة الأولى شلون قبلوا بها الإطار؟ الإطار قبل بأشياء كثيرة مخالفة للدستور. ليش إحنا كل يوم لاغين لنا قرار بالمحكمة، نص قانوني بالمحكمة الاتحادية شلون نلغيه غير اللي نوافقوا عليه بالاتفاق مرروا قوانين؟ ليش هو مثلا تصويت على الكتلة الكوتة المسيحيين اللي صار بالمجلس؟ عندك الخيار رقم الثاني اللي حاطينه والخيار الأول السيد الحلبوسي راح على الخيار الثاني، ترك الخيار الأول لأن كان هنالك اتفاق سياسي. بعدين المحكمة الاتحادية لغته لأن مخالف أيضا لقرار. إحنا مسألة لا تستغرب من مجلس النواب أن يشرع قوانين أو أنظمة أو يصدر قرارات مخالفة للدستور بما فيها إحنا بس اسمح لي أكون نقطة مهمة بما فيها قرار مجلس النواب ب تأجيل انتخاب الرئيس لحين البت في الدعوة. المحكمة الاتحادية قالت ما لنا علاقة بها، لكن احنا الآن في مأزق. شنو المأزق؟ حتى لو يريد باكر رئيس مجلس المجلس النواب يعقد جلسة انتخاب مو صحيحة. ليش؟ لأنك قرار لازم نلغيه. لذلك أنا باكر. أوكي سهل يلغي القرار. طالت صلاحة مجلس النواب هذه يلغي القرار سهل. ما هو أول مرة صرتون عليه لازم. المحكمة الاتحادية قالت يستمر مجلس النواب بعمله رغم غياب الرئيس، ووحدة من عمل أهم مهام عمله انتخاب رئيس جديد. لا 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 لا. باكر ممكن تصير جلسة. لا لازم يلغون القرار هذا. يعني مجلس النواب لازم لأنك قرار مصوت عليه مجلس النواب. من اللي يحط يضع الجدول؟ قل لي من يحط الجدول بالجدول انتخاب رئيس. رئيس بالنيابة يخالف قرار رئيس بالنيابة
لما يقدر ما يقدر يخالف النيابه، ما يقدر يخالف قرار صدر بتصويت اعضاء. وحتى البارحه من قال من طرح القضيه للتصويت هم ما لها داعي، كانت ما لها داعي. هو شنو هو بامكانه كنائب رئيس بصلاحياته يخليها ضمن الجدول، ما يطلب تصويت اضافه فقره مقدمنا لا لا قدمنا حسب النظام الداخلي. هو ما حد يقدر يشيلها وحده هاي القضيه. القضيه ما حد يشيلها صلاحيته يضيف. لا لا ما حد يشيلها وحده، لان يعني مخالف يعني متحتاج تصويت. عود من تدخل فقره اذا انت تصوت عليها. هو يعني منو يشيلها وحده؟ لازم قصدي ما تحتاج تصويت. من جاء طلب يضيفه على الجلسه القادمه. لو عدله كان ضافه ليش ما انضافت؟ لا لا ها لو عدله كان لا لا ماكو مشاكل كان انضافت. يردون لا ثنيان انضافت ولا هذا جدول الثلاثه انضافت. يردون دم الدستور يتفرق على القبائل. تعرف ليه انا اسولف لك؟ تعديل النظام الداخلي بس بنص دقيقه بنص دقيقه. مو معدلك تعديل النظام الداخلي يحتاج الى من شهر الى شهرين، لانه الدائره النيابيه قدمت مقترحات للتعديل بالنظام الداخلي اكثر من 17 فقره. يعني هذا الكلام ما راح تفض. يعني اليوم احنا مو هذا التعديل راح يجيب لنا رئيس بعد باكر، احنا نتكلم عن شهر الى شهرين. انا احكي على هاي النقطه بالذات. اي هو هذه ثاني ما يحتاج ولا يحتاج قراءه ولا قراءه فقرات اخرى بالنظام الداخلي. تعديل التصويت راسا استاذ احمد. تعديل التصويت حسب النظام الداخلي ستمضي لو ما تنضي. وش وقت حسب النظام الداخلي؟ ليش ما انضافت هاي من حق جلسه الاثنين ما انضافت وجلسه الثلاثاء ما انضافت ولا تنضاف؟ هذه سهله بسيطه تنحل حسب النظام الداخلي. اذا اكثر من 25 نائب اعتقد او 50 نائب يقدمون تعديل. إضافة فقرة تقدم إلى الرئاسة ويتم التصويت إضافة فقرة 25 إيه؟ وتضاف إيه؟ فبالتالي مسألة طبيعية جدا يعني ما بيها الإخوان ليش النجون زايد من هذا الموضوع. فأضاف السعد محسن أو تكلم بها صوت عليها داخل مجلس النواب أن حتى الجلسة القادمة يتم تعديلها. وبالتالي هذا عمل نيابي بس الأخوة يمثلون كتل. بس اليوم ما صارت الجلسة القادمة اللي هي اليوم هي بس ممكن تصير باكر ممكن تصير عقب باكر وهكذا في القانون. هسه تصير وتمشي إن شاء الله وحسب القانون. وبالأخير أكو محكمة اتحادية ضامنين تصويت نواب الإطار على اعتبار انه من ال 91 توقيع او ال 100 توقيع تقريبا ثلاث ارباعهم اطار اللي احنا نعول على كل النواب الاخيار اللي عندهم ابعاد خلينا نقول كبيره جدا لنجاح المؤسسه التشريعيه. لا ما نحتاج ما نحتاج زين ما شاء الله ما عندكم غير مسار. لا لا هو هذا يعني ما عندكم غير طريقه ماكو طريقه آلية جيد. انت طب جلسه وسوي اتفاقات مع الإطار والقوى السياسية أنه روح جلسة أخرى بنفس المرشحين وما يحصل أحدهم على ال 167 صوت على خيارات الكتل أستاذ أحمد. أوكي. واليوم بادر محمود المشهداني راح على السيد الحلبوسي خلي يقبل بيه الشيء. هذه خيارات الكتل وبالتالي أبواب كلها مفتوحة. وانتم حسبتوها السالم المساوي يعني إذا مثلا يقول لك أبا نشبنا الدكتور محمود هم إحنا عم نقبل وياهم لا نبقى على شعله. اي والله نبقى على شعله. ليش حاولت؟ اي ومشوها ومشوها. ليش حاولت استاذ احمد؟ احنا بالاخير يبقى خيارنا واحنا كاغلبيه سياسيه سنيه وحقيتنا في تسميه المرشح هذا ثابت بالنسبه لنا. والكتل الاخرى اللي هي مشكله الحكومه متفهمه لهذا الموضوع والمخرج القانوني سوف يتم معالجته ونمضي ان شاء الله باختيار رئيس للبرلمان وننتهي من هذا الجدل باذن الله. تمضي هذا التعديل ولا بس لازم عندي دقيقه واحده بس ماشي. اولا يعني تصنيف انه البرلمان الى اخيار وغير اخيار اشرار هذه حقيقه يعني تصنيف ما مقبول. اولا انسان يحيى هاي ما قال اشرار لا مو مشكله مو اخيار احنا هاي الفكره افاضل من الاخيار من الاخيار الاخيار اللي عندهم اتفاقيات اتفاقات سياسيه على حساب المصلحه العامه اللي يخالفون الدستور هم هذول الاخيار. لا معقوله الاخيار ولا افاضل. سؤالي الاخير سؤال الاخير نعم او لا اتفاق السيد الحلبوسي مع قاده الاطار بتعديل النظام الداخلي لن يمضي يمضي. خليني أشكرك أول مرة سيمضي يمضي تمضون النائب عن عزف يحيى محمد شكرا جزيلا لك النائب عن تحالف عزم أحمد الجبور شكرا جزيلا لك النائب المستقل في البرلمان العراقي باسم قشان شكرا جزيلا لك. لحم بيش كيلو أشوفكم باشر إن شاء الله. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير ثم كل عام والأسعار لا تبشر بخير وخلي نركز على اللحوم الحمراء والبيضاء اللي صاير انه الأسعار نار وشرار خصوصا الحمراء اللي ارتفعت بنسبة 40%.
يعني من 12-13 ألف للكيلو الواحد لل 22 ألف، والدجاج والسمك نفس الشيء بس الارتفاع أقل. هذا الارتفاع دمر أصحاب الدخل المحدود والفقراء وخلاهم يصيحون الغوث الغوث، وهذا اللي خلى الحكومة تسمح باستيراد المواشي من مناشئ عالمية مثل البرازيل واستراليا والإكوادور وكولومبيا، فضلاً عن تركيا وإيران وسوريا اللي ما توقف التهريب منهم من بوابة كردستان. الحديث يدور عن 17 ألف راس عجل وصلاً فعلاً للموانئ عن طريق شركة عراقية مستوردة، والبعض يحكي عن 64 ألف راس من المواشي وكل حي. بس مع هذا العراقي مشكلته ما تنحل، ياكل لحم هواي وما يعترف لا بالمجمد ولا بالمستورد حتى لو يمعمع. يريد طليان النعمانية والعزيزية أولا والديالة ثانيا والموصل ثالثا، وبما أنه الإنتاج المحلي ما يسد الحاجة والمستورد المجمد ما مرغوب رغم أنه سعره ما يزيد عن 9000، فالعرك كل العرك على اللحم المحلي واصل لإخوة موزة، لهذا ارتفع سعره. زين شنو الحل؟ أكو حلول مو حل واحد. وزارة الزراعة والداخلية شكلت 3000 فريق رقابي وتم فرض إجراءات مشددة بعموم المدن للسيطرة مو بس على سعر اللحم بل على أسعار السلع والمواد الغذائية الأخرى. الشعار لا مضاربة ولا احتكار، والعقوبة قد تصل إلى السجن وإغلاق الوكالة والمتجر. لا بأس، بس المعالجات الجذرية أفضل، والمعالجات الجذرية لازم تفهم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم حتى تعالج الحالة. راح نكتشف إنه القصة معقدة. ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع عمليات تهريب الأغنام من العراق. هناك أيضا ارتفاع بأسعار الأعلاف بنسبة 35%، وترافق هالشي مع موجات جفاف مستمرة خفضت إنتاجنا الحيواني بنسبة تصل إلى 50%. بالتالي تربية الأغنام قامت ما توكل خبز، فبدأ التاجر يقلل من إنتاجه ويهربه الدول الجوار بأضعاف أسعاره بالعراق. اللي ينطبق على اللحم الأحمر يرهم على الدجاج والسمج. الكتكوت مثلاً كان ينباع بربع و500، بينما هسه ينباع بألف وألف وربع، لأنه عملية تفقيسه صارت مكلفة. العلاجات واللقاحات والمواد الأولية كلها ارتفعت أسعارها بسبب محتكرين كبار سيطروا على السوق، وبالنتيجة الدجاجة اللي كانت تنباع ب5000 أو 6 صارت ب10. ونفس الشيء يصح على سمك الكاريبي مال الأحواض والأقفاص واللي كان ساتر على أصحاب الدخل المحدود. وما نريد نحكي على القطان والبني والزبادي، لأن سالفتهن ما يتحملها بس المترهي على زمانه. على هالأساس الدولة المفروض تردم المستنقع قبل لا تكافح الذباب، يعني وفروا أعلاف ولقاحات مواد أولية، وقفوا التهريب، نظموا الاستيراد، وراها تنزل الأسعار وحدها، لأن العرض راح يزداد والطلب راح ينخفض. هذا هو الحل، وأبوكم الله يرحمه، وكل عام وانتم بخير وتذكرون موتاكم، ويا رب موائدكم عامرة بأغنام عراقية وعجول شاربة من دجلة والفرات وكل بيد الدولة. إذا تلاحقت تقدر تنزل الأسعار، وإذا ما قدرت فما بيدها وبيدنا غير الدعاء، والله يملي سفرة الفقراء لحما حلالا طيبا.